طفي طلع عليك. ما بدي احكي معك. السؤال كان كله مقلوب انك رميت كثير حلو. انا ما بيهمني رايهم، يهمني انت رايك. اوكي؟ ما بكثير منيح. طب تعرف اذا انا شفتني مره ثانيه اهتميت بايبالك يا رمضان، تعال تبزق بوجهي. اوكي؟ بتركك وبطلع وبروح اهتم بايبالات ثانيه. اوكي؟ انا ما اهتميت بايبالك؟ ما اهتميت. كيف ما اهتميت؟ تركتني وطلعت فيه. اهم شيء انا بدي اياك تسمعه. طب مش بدي افوت مع واحد ثاني؟ ايش اسوي؟ ايه اوكي. محمد لا تعمل حالك الزعلان، اوكي؟ عم بحكي معك محمد عم بحكي معك. خلص هي مدام بدها تقلب. محمد عم بحكي معك. بديش تحكي معي، ما تحكي معي. على امل ترجع الامور لطبيعتها بين محمد ورحمه، منتابع الجزء الثاني من الايفال، منتعرف على شخصيات جديده وطريفه وعلى قدرات تمثيليه لافته جدا. حبيبي اشتقت لك. الرقابه يا بيلا، تبا للرقابه. إغناسيو، لقد اتيت لك بموضوع مهم جدا. حقا يا بيلا، وانا اريد ان افاتحك بموضوع مهم ايضا. دعيني اقول له لك يا ابلال، ارجوك. ماذا؟ بيلا حبيبتي، احبك لا ادري حدود محبتي، طباعي عصير وعاطفتي سيل، واعرف انني متعب يا صديقتي، أعرف أنني أهوج، أنني طفل. بيلا أرجوك أتقدم لك بالزواج وأرجو أن أتزوجك. لا، ماذا؟ ما الخط؟ لا أستطيع. لماذا؟ أنت تعلم يا إغناسيو إن والدي يريد أن يزوجني إلى ابن عمي. يا بنجال أنت لي يا زين، وعمامي ما يرضون، هل الغير ابن عمي ما ينطون، ما ينطون. الله وكيلك. تبين نرن من موبايلي؟ رن من موبايلي اللي انت مخبي دايما هنا ده. انا حاط موبايلي وشاحنه عند ابن الجيران امس عشان الكهرباء. توفير وفر، نظافة رقة، توفير. عندي لست اقتراح. اللي هو؟ دام تبين الرنة، ما اعطيش الرنة، اوفرها. صح بتري يروح يرسل بتري حرام، اغنيها لك احسن. ايش رايك؟ حلو فكرة. حلو. أنا صاحي لهم وعيني عنهم مش غافلة، دارس طبعهم وفهم قصدهم والجهلة. اليوغا هي أهم تمارين الكونغ فو، وبس تتعمل اليوغا لازم تسمع موسيقى هادية، هادي الموسيقى اللي تطلع من الأعماق. يعني عارفه ده مين هياكله؟ مين ممكن ياكله؟ تفي يا بنتي تفي، ما يصحش. تفي يا بنتي تفي. يما صحتك يا صحتك، مش عايزه حتى ما بكتها، مش صحتك عشان اكلها حرام عليك يما. اوكي مش هضم من اللي انت فيه. هضم الله هضم. ماما ولا ماما ممكن تسكتوا انتوا الاثنين؟ لا حسن، ايه اكسر فيكم النهارده؟ هقوم اكسر فيكم النهارده. هذا يا ابويا ما تزوجش على حب. يلا يا ظالمه، خلي رسومك اللي فيهم انت من هنيئة سنة. الله ياخذك وياخذ ظلامك. امشي يابا امشي. يا عجوز قريح امشي يابا امشي امشي. يا رجل الكنبه اقفل عليها يابا، ما خلينا واحد ما تفنى عليه في الايفال.
مانيش رايدة مانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة مانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة في البعد عشقة في القرب عشقة في البعد عشقة في القرب عشقة زي العسل على قلبي هوى زي العسل على قلبي هوى زي العسل على قلبي هوى زي العسل. انتهى الإيفال، فتش محمد عن نص الطيني بالأكاديمي ووجدوا على الدرج. لا تعملني بطريقة زبالة. شو بدك شو بدك؟ بس طلبت منك طلب، لا تعملني بطريقة تعامل كأنك وحدة زبالة، أنا ما بحب. طب أنا بحب شي نحكي على هذا الحكي كثير. طلعت برا فتش عليك، قلت لهم وين محمد؟ قالوا لي طلع. طلع ري بدي افوت مع سلطان صح؟ سمعت نص الاغنية والنص الثاني قلت لها بس تطلع خلص هي غنت منها بس تطلع بتحكي لي شو زود انت البارت اللي انت كان بدك تسمعه انت تركته كيف غنيتي قولي لي ما بعرف مش مهم مهم انك تلبس ثياب المشهد انت شو بكي؟ سمعتي انت ما غنت؟ ما كانت طلعت ما لقيت حدا بس اسمع وقفت لي ومنيح من مشكوره اسمع حبيبتي بعد قلبي مشكوره على عيني على راسي غير ثيابي ما شفت حدا يعني انت عم تسمعيني وقفتي تسمعيني لاخر الاغنيه تمام طيب والله قعد يسمع فيك محمد والله قعد يسمع فيك الاخر في الاخر بكل سلطان قالوا يا محمد ما يجيش انت تكون نادل من وسروالك بيج عرفتي فرحت طلع وراسك انت سمعك اكثر من نص الاغنية ايه انا مش عم دافع عنه انت بتعرفي انه انا ما دافع عن حدا اوكي لازم يجي هذا يحكي لك شو انا عملت وشو ما عملت لا ما بتصدق كذاب انا يعني مش انت كذاب ولا. انا مش ناطرة من عمي يروني محمد ولا شو ولا طيب وكي طلعت هيك اول ما طلعت اول طب تعال خلاص بلاش دلع أنا كنت واقفة على الباب والله العظيم يا رحمة حبيت أمشي بس حتى أسمعك من أول للآخر ضليت واقفة هون سمعتك من أول للآخر ولا توانتي ولا شيء أنا اللي سمعته ولا شيء بدرية طمنت رحمة لكن صوت الضمير ما بيطمن حدا بعد البريك منكون مع النومينيشن الأسبوع الماضي واجهوا النومينيز قرار الأساتذة بأعصاب قوية وشوي شوي بدأوا يحسوا بحجم الضغط وخطورة الموقف فكيف رح يتلقوا الخبر بعد لحظات مباشرة منتقل على الأكاديمية وبترك لصوت الضمير يقوم بهالمهمة أنا ضميري ما بيطوعني مساء الخير شباب وصبايا كيفكم اليوم؟ الحمد لله كيف الأعصاب؟ حلوة رواق بس شو أنا صوتك انتوا بتعرفوا انه وقت نجمعكم بالمسرح يعني رح تنقسموا لمجموعتين المجموعة اللي تحت الخطر تطلع على المسرح والمجموعة اللي فيها ترتاح بتضلها مرتاحة صح؟ اليوم المجموعة اللي رح ترتاح رح تكون كتير قليلة لانه في 4 نومينات اوكي الاسم اللي بسميه بيوقف أنا بقول له إذا بضل محله أو بيتوجه على المسرح. أول اسم بدرية. بدرية الظاهر إنه الحلو والشوكولا الظاهر إنه الحلو والشوكولا ما عم بحلوا صوتك يا بدرية. ما فرقانة معك ولا دايت. ولا نظرية بتقول انه الفنان لازم يحافظ على جسم نحيف ونازلة اكل بهالشوكولا ونحنا من قيم
عكل شي بدرية. آخر إيفاي يا بدرية كنتوا 10 وأنت مفتكرة حالك احتليت المرتبة الأولى، بس يمكن تكون الأولى من تحت مش من فوق. ما فكرتش حالي من تحت من فوق. بدرية أنت أول شخص بيطلع على المسرح. أوكي. تاني طالب بطلب منه يوقف، هو نصيف. يا رب. شو يا نصيف؟ شو حبيبي؟ من فترة قلت لزينة أنه ما بتستبعد تكون نوميني. أكيد. مع أنك حابب تكون بين الفاينالست.